نشارك نحن في مدينة الشرق الإعلام في معرض إكسبوجر هذا العام بدورات تدريبية تخصصية في مجال التصوير، زائد كذلك نعرض من خلال منصة مدينة الشرق الإعلام في هذا المعرض مشاركات من قبل مصورين مواطنين. الدورات التخصصية هي لزيادة معرفة ومقدرة ومشاركات شبابنا العاملين في المجال الإعلامي، بحيث أن يطوروا من أعمالهم وجهودهم في هذا المجال التخصصي، ونتمنى طبعاً أكيد التوفيق للجميع في هذا المعرض إن شاء الله.